هل تتوقع نهاية الثورة وضعف الثوار بعد خسارة حلب سيدفعهم للتنازل عن مطالب ثورتهم في مطار الأستانة؟ احنا ان شاء الله نتمنى انه ما يكون في تنازلات كبيرة. راح يكون في طبعا بعض التنازلات لانه احنا في وضع اضعف من ما سبق يعني، ولكن نتمنى انه يراعوا يعني مطالب الثوار اللي كانت قبل بالاول ويستمروا في كفاحهم، لاني نحن ان شاء الله الشهداء اللي راحت ما راح ننسى تضحياتهم. للاسف متوقع انه يصير تنازلات في هذا المؤتمر، طبعا هذا المؤتمر مثل مؤتمر جنيف، مثل مؤتمر جنيف 1 و2 و3 اللي هو، لكن مو السبب هي خساره حلب. السبب الرئيسي انه نحن راح نقدم تنازلات بهي المفاوضات لانه الفصائل الموجوده بسوريا ما هي كلها اللي رايحه على المفاوضات. في كثير فصائل واللي هي القويه على الارض غير مشاركه بالمفاوضات. طبعا لا، لانه بما انه اول ما بدنا بالثوره كنا بضيعه صغيره، بعدين بلشنا حي تحرير حي، الحمد لله اكرمنا بتحرير والله يعني قدر ما شاء وفعل وصارت يعني وصرنا حلا، بس ما هي دليل انه والله نتنازل عن مؤتمر استانا كثير شغلات. هلا يمكن يصير تنازلات او يصير تغيرات بعد معركه حلب، بس ما بظن انه مستحيل انه يكون في وجود الاسد في التفاوض، لان هذا هدفنا الاول والاخير عدم وجود الاسد في بعد انطلاق الثوره السوريه وبعدها التضحيات والدماء. بالنسبه اخي لموضوع خساره مدينه حلب، هو معنويا يؤثر على الثوار والحاضنه الشعبيه ايضا لها، لكن هذا الموضوع يجب ان لا يؤثر في مجتمع في المفاوضات التي تجري الان في الاستانه. خساره مدينه حلب لن تؤثر على الثوار في مؤتمر استانا، والثوار مستمرين على مطالبهم في مؤتمر استانا حتى اسقاط النظام والثوره مستمره. سقوط حلب طبعا يمكن يضعف موقفنا نحن كثوار بشكل عام، بس سقوط حلب ما بيعني انتهاء الثورة، يعني بالأخير حلب تبقى هي أرض من أرض سوريا، نحن رح نكمل ثورتنا حتى لو بقينا في كل سوريا قطعة صغيرة، طبعاً ما رح نتنازل لا بأستانة ولا بغيرها، وما رح نتخلى عن مطالبنا اللي هي إسقاط النظام وطرد كل شيء محتل. لا موقف الثوار ليس ضعيفاً، ومن يقول أن موقف الثوار ضعيف بكل تأكيد لم يكن ضعيف مما كنا عليه قبل 7 سنوات عندما كان بشار الأسد يسيطر على سوريا كلها. كنا وما زلنا مصرين على مطلبنا الحق وهو تحرير سوريا وإسقاط بشار الأسد بكل رموزه ومحاكمته محاكمة عادلة.